وأجدا ما سنتهاي شعري قيبت وضم يسنجلينا ورئيسية وحماكاوي دين دونا مدحويني هراء والله تريه وهاي يو دولة دي سي مدحويني محمد عبد الله فرماجو لا تريه هذا وهاي شنسنا هي دارت بفليا إن ذلك ومعمولي يوم مدحويني وكاها شخصية دي سي محمد هو شكر توقفني عليها أيوها محمد عبد الله فرماجو والله محمد عبد الله فرماجو أنا شخص جيس أنا أقولن أنتوا استمدحونا أنه قال الله اسمع كار أيو إيري سو كان بين كجرا وصل قرآن سكان يسوعي نل رب الناس وقارن كذا أشياء جاي يصدر تيم كيس آه كان بين كوده نل هذا دقن أو نحسب آه واجس ولا شيء كستي وحيرني أنا كم أقان لكن سد السفوف في عمل لا يكاشف حيد محيته طبعاً ويل كي قام مريكا إسكوبرتينو كان مين كيس خجل جريه أيوة يرني ويل كاس فريد كان هذا الشيء تي في عشان إذا عدها كلا صعدا إبراهيم جدا دم لها نري مركا وحنا إيرورتو وحلا الشيء أنا تاينين هذا حوله وما ده سجل عليه أو يعني نزيها وحكر الله الشيء أنا نري أنا تاينين إذا ماذا يشق على حقوق ده هذا جعل إنه هلان وحقوقه نيدو لسه iyo ina taaynin shacabka haweenka iyo caruurta dhalinyarada jecel inuu ku dhex jiro maadaama banooni uu ciyaaray jiray waxa maadaana amalaha meeshaas ka soo raacay marka sifadkaas in sifad fiican waayay oo qoslay wuxuu yiri inuu aad u maasan tahay waan isla sifadkaas in aan leeyahay laakin ma moodayn in shaar wajiis og yahay waxa dadku asal socdaan horta markaas isu keenay horeysay kadibna aniga doorashadii ma joogino madaxan ka soo qarsaday Nairobi aan imid aanu ragga tartamay dhamaan saaxiib la ahay ma jecleen marka inaan دولة دي سمك الله دوت اللي بدأ يكون يتضبي توانكي فرماج مدحوينها صومالي أو نقضي واتي لسمية وحي لقاء دبل دجاج دل يدبد به صح وآد لو سدوي تذكر صومالي إن الرجاء آد وين بيك قبين محاس صورة جلي رجدي اللي يقوي محاس صورة جل محاس بدري محمد هذا كور نسأله هاي ودي أستاذ فهد ياسين حفيز كيس أنا جوا صور رئيس المخابرات مركب أقوى جوابي هذا مركب فافين داري وقت تن مكسو علنا لكن إيه ركوب أنا كشجع هرت وحيبة وكف عنا يو حيبة وخذ ماي واجرت وحيبة محمد وكف عنا محمد عبد الله فرماج بحبيب محمد فرماج وحكم ذا وهذا لوجو أمانه هرت رئيس الوزراء هي سأو ذا بدن أوسي سيدادو حسن رئيس الوزراء أوسي هو ذا بدن يستلم هذا الوقت الماما تاسنا وقوله كمتى هاي مدحوناش أي كوجول استان. نين وحوس كا اسكت الجن حفيز كيس أنا وسرر كجرني حفيز كيس الصباح دي راس عمره صافر ليستو عدو ربو قابلة دتك أدو قابلة جري قلبتي حتى مخو شغلة كبر حجور كيس إلى بين الصباح دي راس عمره كصباح هاي هبين كده بدن وقابلة مقابلات كاس ولي دتك سوي يرناي دتك كاس وحياة عجيب وكو أي كم تاي وكف عناي مركا قفك مهم كا هو سلي هاي كو ما ميس سوي عناي مركا تقلب كاس إنه ما رتي تتك حرير كودا وهذا إلى الناي أود الدولة ده علاس كذا أنت بدل رجالة وسجوريجي سياساتك جودنا ولا سعودي وهجعي أرتو كتل معنا وأنا أعرف في عني هذا والدولة ماذا وفي عن قضى بكل بعضنا وحبات ودا قال لهمي مشاركة إنه جوكتي ما أنتوا يمد لو كدعى شن سنة يستح بلاد هل بالمشاركة موي تانا والوقع ما نرمت هذا الدولة اللي بتلا هذا سعد سيد بيودا وحن رجينا هنا إذا إن شاء الله ولا ما نتوقع دم سجار دوت قدوك سيد هذا هو أنت هذا لو أمان جل وحقها حقوق قبت الصمال ده لحساب تنك دولة ده بيش عالم كي وحلم ده أي حقوق مالتي كو أكو أتكاي وأنا أرين في عنا الصمال ده أدي أرتاس ووري أغضا مثلا مركو سوفر جرينيك هيفتم وتو مركبه يعني وسيجي ورقد غير مرغوب كها قالك لو تيم على سعة إيجار بتاع الساس والرأسي سدح هاي أفريقيا ميد أفريقيا أنا مرو سكودا يسجل أنا وساس وكلو لقطة أول فتي مركا نوع قب تاسنا سمردنا واجعش هاي وسنجي بيقول هذا أرداس وحياة بك خلدم مرك محاكم وحياة بك خلدم وحبذنا خلدم وحياة بك خلدم وحاكم إذا إنك ليذا أنا وأنا كلا تلجير رنت أرداس
ونجي صدنا حلقة ده إنه إمرقة كعيا وحبا كخدم حكم ذلك الصومالي ده وحوله ده اللي درأ تضيف في السودان ده توتنشيقة دولة عن مدى النظام جاي إنه سكت سناجرت وطبيعي إنه خلدون سوشي مركز دتك سامين ترى هاي مدى حوينا الشهرة رجال الشهرة رئيس البرلمان ده هرة سياسيين مهم ومكر ذلك أيا واحد عضي إنه لفر يستو واللي بقى سجى شخصيا علاد مو موجين لكن ده سيستم إنسان إيو تدك سهر جيدو ضمع سياسات وفهم كرتان واحتكاك باع إيمان هاي مركا أريما وقه الرأي وخلد ما حكم إذا وأحمد أنه كتر تنجرن ورمد حويناش كاه الرأي ننقو سياسة دك سوقني يو الشيخ شريف ورئي وزارة كارنك ننقو كرسي قد كفر دك وقوري جي وكوتري وصاحب بدا إيه رئي وزارية أديك الشهر ستع سنة بركل شغينا خير يعني كاما مضنا إنا دمارت رسائل أدرتي دوعا ومارت عداء حمانة أسكر ما لكم كبر مرسلت الديارة أي كدق ويان أي كسمي ما أدي كرتين أي رماس كمان مضم ويرو لفريسو أفكار السياسية أي واحد كشغين يسك قنع واحد كقنع كرتو وحي قادم ويان كل الجري مركا سياسة دو حي كسر أتدل كان تجوب لو ما ملو كره إسفهم يتعاون يكون إنسان أصل كذا الإنسان سواء دينتنا وتعاون على البر والتقوى إلا ذا سيدنا أرتقوا بكاس وكم مغناي وحان أصوا هاي لأن يرضى أمن جي وهاي أي وحي هاي لأن يرى أنت بدن في الفضول بعد ذي عبد الرحمن شكر الله سبحانه وتعالى قاب قد الرد ومع الآن تأذى وحي أن لوبه يعني هين مركا عبد غيبي ساس وكلام مر إنك سوا سوا وصل شغل كل هاي الأرض تسي دولة ديسو دولة كلا تعيد المش جوا غير تسي فلسي دت كلا كي سوا مرد إن دولة دي فرماج فلسي سكاهستان مركا أخضاع داس العدعي سي ومارين كذي إلى درك سامد حوينا كا قدو كاس خلط بوها قدب كل بعضه وقالوا خلاص كاي وحوها ما من القبلة دي أي سكود عدعان سيبا كسماية يقروا مركا وحي هذه ما من القبلة كذا عسكلة هدي اللي بدأ هو جامع سكود عدين تذكر بره هيك هسوا سكر شيء وقاب ترسلا إنه دتك وحكي جوان وتؤير تو استمدا أو سياسيين تو اللي بعنا ضع إنه نما كان كل سجاق قفتو أما إيجا وقعد كذا مشروع سياسي كور ربعي لو دان أما حتى أوضتك أنت كنت رأو بسكب بدلو سئون وفر سمعين أريد أسنا من دعين وحال لقيا بأي إنه قدوك لحوق سارو لكن وحي هذا قدو مش حوق سارو إنه كسماني حوق سارو وأحمد ريركو وكرر شيء تدبين لي ميزان عرس نوايه إنه أيقا أو سكو ضيا إنه مارت تكسب هذا سيدا وكلا بنت لأندي أكمل وحان حسو تامالنا تأسلق دينا أنا أسكو أيو وحو يرورنيه عندي أذكر الله تنوى كعسنته لا دوك عسية ريرك بنت لأندي نوى كدريه سلوا حل كرشقه مركز سبعة هم كويرنيا وهرت عدة كذا شيء نممكن ما لحظة هذا هاي مارتي وويناي أيا مارتي سكع سنتيني نممكن سوء قلوا وينا الله فري ستو شركة ذن أقول له مركز عسكري يا وحي لي موتة مشان لكم شركة وأنت لكم شركة وحنا قاب كاس اللي هو ما مر غير كان وارد أن نبضنين لكن قبوين وكجرتو أن أقبل كرين إلا أهانستو مركز وحنا سكوت ضيدا مدح وينا شهور إن سو جديدة أيجا نأتي هذا صاحب يارو دور الشدي حتى تلذيذي إذا قبت أيدكم ما من قبل هذا الرادية هذه من جذاب ده ما تشعب كذا من غنيسة من الحين هراته يقول من الحين هروا اسمه من غنيسين هذا أول سنة ذا هي ستة هذا أنت وياه توه ترى الآن دور الشيء كي شيء إنه سيستم واحد إذا كربنا إنه كم ربو بيرنا وترستمينا لكن واحد هذا اللغة ك كدري سكرب مركا لنا عن بوتلاند مركو حيوي دي وحاير نيو غير بوتلاند وأبو سفيان أبو سفيان محو هاي بمين أبو سفيان قسيس يعني الشيخ هذا هو تغنى الكعسو سفيان وحان من كاسو وان من بغرطايا هاجري وان من قارو الدقن وهو يدي فدرالك دولد كعمر الريرين وحال لغاربا كرسي قينا أد وصو يغاني نعفق أولاه وصو ما مرجل هذا كان أدان كي كفر ليو حجابين تبع هذا المعاوز هذا يشالك هذا يكون في هذا وذاتي قروا كدك نمن كان يكوفيها وكوفي عصيين اسكرين وعاتلا بغروس هذا ويلكيني بان اهي وحاد قمرتين ولن ما انت لقى هل يعفيه ثلاثة صوماليان اذا كان اذن ديبا قول هذه مقدشنا اذا حكسدا قروا ماشي لك اسماينا اذا كو حالك هذه انا ما انت قورتا وديبتي تولدي ايان هوس وجراي بغرتويدي تركي مارتا انا كان انا يقول يا بلارا مركا ورك مركا ساسو هذا الشيء ده صور رقم بين هذا حقا وحشون ايان ورمدحوني انا هوس فديه محن سمينا مرضى نقصار يا سعيد لنا ولا قاعد لنا أحمد مذوب والرادنا يا طلك الدب صور سنة يا هذي بدأ تروح على الولاية ورني ومرك هذه أفر سنة جوكتي باش حقا سحجي أيد حتى كمر مساكيل كرتا
مركا واقصلوا وحورشال وجيزوا ما قبائل ناقنعنا ولا ورينا طبعا سوء اسك قلب في عن ولكن مريكن مريكن اسك وان قبضها سأد فهمتنوها ضلوا خصبين هبا محايا نبي محمد خير وخلق الله هبا من دخل الدار ويسفان هو آمن ويو أساق بحلق الرهاد يبا أدون وقت سجع سنتا أساق مركا متاسنا مركا الله فيريو لنا عسيدة وحلوا كسب هذا قبائل كولي بس سامين تالي ولما ما نتاس قصة نقول دروحا إيرم أكتهي أبقال إيه هبر قدر إيه أقادين إيه مجارتان إيه إساق شن تاس قبيل أو قبائل كسوان أود بضان أو قنوا وين إني محمد سيد بركي أدرك إن كدين مكتاهي أسوي الواقع أو شن تبقى إيه أستنم إيه أس دي أف إيه يو إس إيه إس بي ما يسمى أستن معناها الله بقى سكور هرم مكتاهي يو إس إيه سكور جرت أفر تاسي سمى أستن أفر تاسين ردان ما أنت أنا أفر شن تودي شن تعاس من قولة إيقاك الحكومة تقول بروف لما كبير يقولون هذا مارت الكود الحكومة وفر بعد فرق كويم مركا حد يلي سا بهاش سسع واقع يعني أخل دمي مركا رنتي وحيا بها سوا كم غنايا من فهم سنين قد بك أفراد ومحمد لبا يوحوها مركا دم أنا خلت كل وقري ورني أنا داس مستشارين تها كحم هذا وقد بك أهل لبلا سنة من لبا هنيم من دكرسي من دكرسي ما بلبا هنيم محمد وحي هاد بنتها اللي قال في فبراير 2021 إنه دور شيء غفتبا إن كستوا ما من قبل هذا الشيء قال لا هذا هي سياسة معارضة كأي لوج جيدين ونوجنا تاس ونب بدن إيسا مرسيين هدنا وحي هذه حتى هديت هديت شغي ويستاسو سووا حكاية رود مركو تاندي تجي أو يقعد البدن وإذا سويت تجمع إنه يرهن أيو أنت صار لابد تبي ومركبه بروان كويش كويري مكتة سلام بس نكون يفسدين خلاص كل كاسو كلا حي هذا إنه مدرشة إسكتكو أو يرادو ولا لا هي مركو ديار نوعان دور شيء غفتو هي إيسا شيء قام سلام سلام كل زوج فدي مكتة وحكاية لسه ما بجرام هل كاسن خلط فرسمو أيوه قلاي وأنتي كعذوم كما قال المقدس الله يسوي وعلي أديرك ما شو مرسي وما شو أصعد عليه مركل لكن جودها إسكو عليه محمد عبد الله إنك سو خلاص خلاص يخد عين وقت قاس ذا حيوان محترم أنا احترام بدرنا هيا وظل كان سوى ناس بسوه قامي إذا ما دينا صار يسوي ما ملكنا هجاجي حقوق دينا إسكو إلالي السجن النفطي سكيلالي أيوها. وات. مركي احترام بذنبه يقول أو مضيع. وات. وعك مدي احترامك مضيع ما أنت بق تورده السنة هذا السنة ذي بركة جوكته هل ماني وح مانك مشي حيوان الوقت مانك متر. وات. نعم. وات شعلان ما سنا سكب قبلنا ما دام سفوي مناسن كل شكتي مر بذن الله ترى تلويم مناسن آسي شيء أذوقنا تلويم كاس أذو أركيسي إني هايين كواه دي وسمية حيا بذن مناسن أيسر قل هايين. سجلت كيسة روين كمركز ش وشيكتي أما سيسي وصن كوجديدين وقاركود واركي مارت أما روين كأني ونعكسين واركي لكن ما لها قال غياب إنه سؤال ما دوتك قوي عدنا مها سببي أما كاني أنت روين كونعكسنا وقادم واي وقادم أفرع بناء وحاء السبب ما تغنى محمد كرسوني ده وحوسي ضد اللي رأه وأدو بطن مدحونه ضد بطن اللي رأه وانحيرين كان حالة الصومالي خبرنا أن الله هين سيد قبائل الصومالي اللي دجانا الصومالي سياسي صن الله رغم أيام مجراه هاي مركه رجع سا أخضاع بدن قليه مركه فهمت ضد كنا وعوجيه أرمى قد كان عيل لون بهناي سقاب سياس أرمى كان عيل سياسي تعمر جوكتي لقوس سمي لون بهناي لأن يرى حبة كده عدد مظاهرات هاي السعودة مركه سار رجولي أردا يا سياسي مثلا شا مركه وحياة بهاس ضد كاس الله تلين هاي وعن حسوني الشيخ شريف أنا الشيخ بشير أيو مال نوير هو مظاهرات كي كان عاي أنتوا صندع الماشي اللي يرادو درجير كده صن قالوا تمام كي إيه مظاهرات في السكول عايو هوتيل كا لما دي مدحون استاف كودي درود إذا كلامين وحور إن مكس ياسين تاي وحير روان مظاهرات حنا دري ما يا إن سكول عو كي ما ندور سوق ما نعلم وحل لي هو اللي مدح تودي روان إنك صايع وحنا أنا مدحون وركاس وربحين سحمة وربحين خلدم بالوسي مدح تودي دان إذا أنا كوار ريسن نن سياسي أنا إنه قاب فوضى كسوق على ديارهم حتى هذين عذر يا ما غني ما مدحونا ما ضربته يا حكومه مشاريع فهم مدحتين سجلها صح في ذاك في السنه محسن سجلها مع عبد الرحمن سجلها سجلها ان على خير سجلها معقول ما اهم مركه وحان وحق وامنيه قلدنا لو سيي انت اسك دافتين نمك سياسيين تا ودد مك المكرم اما ودد دكد مد كمد الجزيره جوغاني انت هقول وحان مغعونه وحان داني الرب اللي مقرر لو السودان سجل الرب لو رزارها وزير كأمني حسن حندوي يقول رتارة حمر عمر فلش رئيس كتليها حوق ذلك الصومالي أدواء أفرت بقية تليها بوليس كقبل كمان أدر فرع قرار شنطة وأسكول هران كل أداء وذهس أداء مقعبط وأنا وذر هير هرام أسكول ذيه
أنت أجرت واحد ترى هذا مظاهرات اللي من كاسوا دياشة وقراودين أو سياسيين أنت لا صعته وده أفرى سنة بدأ إنه يكون مظاهرات سنة بدأ إنه يكون تجار حرمة هذا كشقيه خلا درنا ما قبل كانوا أنت أمر سين مركا وياه يبويلي رنتي إنه نقاطي ما نهاي سنة وأنا فعلًا وأسلي هاي لكن سيم كم هذا اللي سووا عليه والله بحنين رنتي مركا الحمد لله دوام ولا جسوا قد بيو مارتي مركا دموع اللي سقع فيه هذا وسر كانوا وكعذور داري سونا سونا يعني وأنا أقبل إني أقول دارك مركا وكاس مركا أنت بدل نبات صحي وجماني سبحان عبد الله فرماجو لا تلياش ولا شقينا هي هي تدخل دنو بدنا يدخل داري وات أدول ما سنت هاي شيخ علي حسين يا فرنت هذا قدام بس تقسم عليه والله تقسم عليه دام أنت مركا يقول رئيسي أو أنكرنا أو رئيسي أنا سيسي حرة فرين دحلا هذا ما دوقتكت هذا وما سنتين فرنت إذا حواي وسدع قدم horta marka hore umada waxaan ugu yeerayaa Soomaaliyeed marka si joogto inay midnimadooda iyo qabtooda iyo sharafkooda ilaashadaan ogaadaan shanti Soomaaliyeed oo Djibouti ay dawladda xataa ay ku jirto madax banaan inay isku meel ku gowracayeen isku masirna yihiin oo inta iska day qabyaalada iyo waxyaabaha yararka Soomaali weyn oo Ethiopia ido sharaf la ku nool oo Kenya ido sharaf la ku nool oo Djibouti oo heebad leh oo Soomaalida weyn ilaalinaysa iyo jamhuuriyadda Soomaaliya la hejiray lixda kii madawday oo qoyo koofura oo israacda oo isqaadata ee saddexdan kale tan gacmaha qabsato yani dalku isku furmaya dadku isku wada qoomiyad jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa la wada tirsadaa laba jinsiyadood waa la qaada kara oo waa dabiici marka horta waxaan ka bilaabaa qodobkan national card la soo xirka la bixinayo horta Soomaaliya la qaadato aqoonsiga Soomaali run ha qaadato ninki Ethiopia joogo passport Ethiopian run kar kale haystaan meel ha dhigto oo Soomaalimadiisa uu dalil u yahay ki Kenya joogana meel ha dhigto laakiin waa suud baahin Soomaali horta lama kala qaad qaadi kara Soomaali horta hal ha ahaato ee dawladaha ay ku dhex noolihiin ku dhex noolna hal xoojiyo inay sharaf ku yeeshaan oo xataa ay madaxweyne la gaaraan qodobka labaadna waxa waa dawladnimada Soomaaliya ee waa in dhufaysada la suuja laga soo baxaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha runtii oo wada socda oo waxyaabaha lagu amaanay ka mid tahay inay dad saaxiibaa yihiin awlna saaxiibaa haajiray in gacan la siiyo buuxda siyaasiyiinta hadda maanta joogta oo mustaqbalka dalka rajo kale oo madaxweyne Shariif iyo ra'iisul wasaaraha la socda iyo kulligood waxaan halkan baa ugu darayaa inay cunuftooda liqaano haddii mararka qaarkood waxyaabaha aysan aqbali karin xataa dowladda ay kasoo yeerto inay marxalada qiimeeyaan oo ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda garab istaagaan mashruucan wadaniga waliba cadawga intada kale la xoreynayo dowladdan waxaan u soo jeedinayaa mandate-kooda inta uu jiro waxaa laga rabaa inay dalka khilaaf ka ilaaliyaan inay siyaasiyiinta ka horeysay oo walaalahooda inay soo dhaweeyaan inay dejiyaan inay ixtiraam badan u muujiyaan inay habaamus u sameeyaan ay mudan yihiin arrimaha si madaxweynuhu ayaan u bilaabay xasan u bilaabay runtii aad u fiicnaad shirka uu la galay oo lagugu heshiiyey inay sii joogtayana in la sii wado oo hadda lafteeda maadaama xogoo warar aan ma maqlayno in shir degdeg ah madaxweynuhu u eelaanay isu wada yimaadeen sheekh shariifna uu rool fiican ka qaadkii hore oo dib u sii qaato qodobka ugu dambeeya waxa waayo aan aad hoos uga xariiqaayo in nimanka cadawga dalka in laga xoreeyo la isugu wada tago oo 24 ay noqoto Soomaali oo bila rag xisaab la arko loona qaybiyo qaar la soo xireeyo wajuhda badan la geliyo iyo kuwa tala diida oo marka dalka laga xoreeyo ugu dambeyn waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed dad muslima waayo dowladdu waa dowlad muslima in marka dhaqamadeena dowladda dhexdeeda iyo kuwa shacabiga iyo dowladda shacabka iyo maxkamadaheena iyo dhaqankeena oo dhan inaan islaamku ilaalino oo istiqaamana la ka helo oo dhaqamada waafidka dibadda nooga yimid bariga nagu soo badanayo iyo daraagiska iyo waxyaabaha fasaadkaana lala dagaalamo xaq jirnimadana lala dagaalamo Soomaalina maxkamadaha islaamiga iyo dowladduna iyo diinta madaxweynuhu golaha culimada uu soo dedejiyo oo marjiciyada uu noqonayo dhammaan dalka diinta lagu dabaqo barnaamijkaasna in la iska wada kaashado Soomaaliya walaaltinimadeeda iyo isjecelkeedina markii dibadda la tago hadda Kenya joognaa saas isu jecel yihiin hal qoys waay marka in laga ilaaliyo qabyaaladii iyo deegaameysigii iyo colaadihii dhex yeelay xuduudihii xuduud beenaadka oo talaaniga sameeyay inaan colaad lagu sii dhex dhigina walaaltinimada la ilaaliyo dhammaan aad iyo aad waa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Sheikh Cali Maxamuud Xasan Sheikh Cali Wajiis oo wareysi dheer nagu siiyay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya Sheikh Cali aad baan kaga mahadcelinaynaa waqtiga qiyaha badan aad waa mahadsantiin ilka casa iyo nur aad iyo aad ustaad nur waa mahadsantiin dhamaantiin shukran aad baan mahadsan yahay Sheikh Cali tan iyo kulan dambe intaasan ku soo gabagabeyna wareysigan nabadgelyo saaxiibaya waxa aad qabowdaa nafto ay qushuucdaa marka aad quraankiyo qowlka ay barateed qalbigaaga gelisa ubadkood qurxisood qowlka ay barataad qiimaha adduunkiyo
آخرنا كو عيشتا قار كرانا كودر سو قول كي نبقى يا اللهم صل على محمد علشان حديث كيو فيقي فنون كلا أيض فائدة إيسا مدرسة معلم قرآن أونلاين أو نورية توان سرجيستي وحا وحكادة معلمين خبرات دير أولي قابك أغو فضود إي وحلو برو عرورتو غربها أرضايدو وحي عشر ردوكو قادان كران قاب أونلاين وقت كستا إيا ميل كستو أو أي عالم كجوغان معلم قرآن أونلاين وحا لغو برتا حفظين دا قرآن كريم كا فربرك إلمها برشادة حديث كفيقية إيا علوم تكالا إي إسلام كا وحيفا فاهين انتاس دير كلا حرير تلفون نضا شاشة داكو حران هدي آد عاجستو مسكح ديكو عصلاتي علمي إيا أقوني عشر كي حفظين ويدي عروري عرولوا ميلو عرورو دادكي ودا عاشقان عوابكو هيا waxaa dhamaan dadweynaha lagu bishaareynayaa inuu jiro tababar online ah waana seminar ku saabsan dib u xoojinta awoodda maskaxeed iyo kordhinta xifdinta adigoo ku qaybaya in ka yar 5 daqiiqo sidoo kale dib u soo hanashada wixii aad horey u xifdisay muddo 2 daqiiqo gudahood waana arrin takhasuskeedu yahay dadalgalinta iyo labalaabida xifdinta quraanka kariimka iyo waxa la midka hadafka seminarkan ayaa ah in lagu gudbo caqabadaha hilmaamka xifdinta ku baraarug la'aanta mahsanaanta italyarida maskaxeed iyo yareynta al-alinta taasoola damaanad qaadiyo boqolkiiba boqol waxaana tan qiraya dadkii hore ee ka qalin jabiyay tababarka tababarkan waa mid online ah adigoo gurigaaga jooga ayaad ka qayb qaadan kartaa barta zoom meel walba oo dunida ka joogto adigoo si toos ah ula soconaya tababarka mowduucyada ku saabsan tababarkan waa akhrinta quraanka kariimka xadiista nabiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee luqadaha manhaj waxbarasho iyo waliba xifdinta mutunta iyo gabayada heerka tababarkan waa ilaa 12 level 12 heer oo xifdinta tabka laga akhrinayo 12 heer oo ah xifdinta dhageysiga iyo 12 heer oo ah akhrinta degdeg ah waxa ka faa'iideysan karo dadka ay da'doodu u dhaxayso 6 sano ilaa 18 sano rag iyo dumar muddada la qaadanayo tababarkan waa 77 saacadood isdiiwaangelintii way socotaa hadaba ka faa'iideyso wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir telefoonada shaashada ku xiran ama booqo barta internetka www.aqliyad.com